السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين. هسه جيت من نانا من هذا الريف وجت هاي الخيول اللي لقيتها قدامي وحبيت أصورها. الخيول جميلة جدا ومتنوعة، يعني مو كلها نوع واحد، أنواع بيها. هاي خيول أوروبية كلها، ما بيها يعني ما بيها خيول عربية، يعني أوروبية بس. في هذا الحصان ذاك الثاني كلش عملاق كبير وحلوات. فهسه هذا السلك هذا مكهرب، ما اقدر يلمسنه هنا ولا انا اقدر انا المسه. شوف هذا الحصان كلش حلو، هذا عاذرك تركض على الماي يشتريك. انا ادري الخيل سولتها الركض. شوف هسه هن خايفات من عدو وينزن، عبال هنا المسهن ويتكهربن، لان هذا مسوينه الحاجز بفورتية بز يعني تكهرب. شوف هذا الحصان هذا اصلا من عتم جزيرة كريغنلاند، يسموها كريغنلاند، هاي دنماركية محددة كندا. وهن ذن خيول هي تحملن الثلوج والبرد القارس، يعني على مدار ماك شمس، على مدار العام ثلج. هاي الخيول منعتها اصلها برية. وإيسلندا، دولة إيسلندا هم منها أهم هاي خيولها. أشوف هذا الأسود شلون عملاق، يعني خيول أنا من البداية قلت خيول مختلفة، يعني مختلفة السلالات، مو كلها نفس الفصيلة. هنا أنا بالدنمارك يحبون تربية الخيول، يعني وخاصة العائلات الأغنياء. هسه ذن تلقاهن مال عائلة غنية، عوائل غنية غنية اللي طاقين. شوف ذني نفس النوعية، اثنين ذني مال كيريلاند، مال هاي الخيول الأصلها برية. شوف هذا الحصان الأسود شقد كبير. أنا بالنسبة لي الحصان هو حلو بس أخاف من عده، ما أدري ليش، يمكن كنا يعاض ما أعرف. هذا حلو، هذا كنا عربي بس هو مو عربي، حتى النقشة مالته شي. الحصان العربي الأصيل هنا غالي عتهم وما يخلونه ويذني، يخلونه باسطبلات خاصة له، لأن هذا مو الجو مالته وما يتحمله. شوف ذني البقع، بس سبحان الله هذا الحصان شقد عملاق. وهذا الأسود وذاك الأسود الثاني، وهذا ذني النوعية كلش ضخمة. شوف ذاك شحلاته، ذاك الأشقر، ذاك مو الأبيض اللي يمه. شلون هذا الشعر قاصينه مرتبينه العليه، بيهن خط اسود بالنص يصير، لان اصلهن بري. شوف الشعر شقد حلو. شوف هاي قزمه، هاي مو صغيره بالعمر، هي هاي نوعيتها قزمه. شوف شقد مسافه بينها وبين هذا، شقد اختلاف. شوف ذني، هذا نفس النوعية، هذا البري بس هذا لونه جاي طفرة، مدري حمرة مدري يختلف، بس اشوف الشابهة. بس انا دائما اشوفهم بهذا اللون، هذا اللون اللي يعني هيك ذهبي، ما ادري شنو لونه. شوف هذا حتى عيون شلون الحمام، عين وعين، هذا عين بيضة وعين سودة. الخيول أجمل حيوان، من أجمل الحيوانات. هذا كان عربي، حتى النقشة مالته الأحمر وبالغرة الحمراء البيضاء. وإلى هنا راح أنهي الحلقة لهذا اليوم، فتقبلوها من عندي، واللي عجب الفيديو خلي يدوس لايك واشتراك، واللي عنده تعليق أو سؤال خلي يسأل.
وتحياتي لكم جميعا. ترى ما يصير هيك يعني، صار لي الصفحة مالتي صار لها يمكن 5 سنين بدون لا تعليق ولا اشتراك ولا شيء. لا تخلونا اتعصب واجيب لي وياي مجموعة بهاي الخيول واهجم على الكل. شيء حلوات، في امان الله.